تأهل نادي القادسية وخيطان إلى دور الثمانية من بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم، وذلك بعد فوزهما على ناديي التضامن والفحيحيل ضمن منافسات الدور التمهيدي من البطولة. واستطاع القادسية في اللقاء الذي أقيم على استاد صباح السالم من إقصاء التضامن بعد فوزه عليه بهدف نظيف سجله روماريو في الشوط الإضافي الثاني. وفي المباراة الأخرى تغلب خيطان على نظيره الفحيحيل على استاد نادي الشباب بنتيجة 2-1، سجلهما ويلبر الميدا في الدقيقة 17 وفواز أمبيلش في الدقيقة 56، في حين سجل هدف الفحيحيل سيدريك هنري في الدقيقة 11.